السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي أعزائي الصف الثالث الابتدائي، إن شاء الله نكمل مع بعض شرح دروس اللغة العربية. ومعنا في المحور الثاني الموضوع الأول، ومعنا قصة الاستماع فكرة ومعلومة. طيب، قال ماجد لصديقه هاني: كيف سنتصرف؟ فأمامنا خمسة أيام فقط لنجد بلدا يحتل الصدارة في إنتاج مورد طبيعي مهم لتقديمه في الإذاعة المدرسية. رد هاني: تذكر يا ماجد أنه يجب أن يكون مصدر المعلومات موثوقا به. فقال له ماجد: وكذلك يجب أن نعرضه بشكل شائق ومحتفل، فماذا سنفعله؟ اقترح هاني اللجوء إلى شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وبالفعل بدأنا في البحث وكان هناك العديد من المعلومات المتاحة، ولكننا تحيرنا في أسلوب تقديم المحتوى. ظللت أفكر وأنا في طريق العودة إلى البيت، وعندما وصلت وجدت في ضيافة أبي صديقا مقربا له لم يره منذ زمن بعيد لأنه يسافر كثيرا. فناداني أبي لأتناول كوبا من الكاكاو معه وحينما تذوقته تعجبت من طعمه المختلف. فقال أبي: هذا الكاكاو هدية من عمك سالم، أحضره لنا من ساحل العاج، وهي أكثر الدول إنتاجا له. ظل عمي سالم يحدثنا عن أنواع الكاكاو الموجودة هناك واستخداماته المختلفة. أوحت لي كلماته بفكرة، فاتصلت بهاني وعرضت عليه أن نبحث في شبكة الإنترنت عن معلومات أكثر، ثم نسجل حديثا مع عمي سالم عن أهمية إنتاج الكاكاو في ساحل العاج. استأذنت عمي سالما في الأمر فرحب بي وقال إنه سيذكر لنا أيضا مصادر هذه المعلومات. كانت الإذاعة المدرسية في هذا الأسبوع ممتعة ومفيدة، فكل يوم نتعلم عن الدولة الأكثر إنتاجا لموارد طبيعية. وعلى سبيل المثال الهند هي الدولة الأكثر إنتاجا للتوابل، والبرازيل تنتج البن، والصين تنتج الفحم. يبقى هنا هو بيقول استأذنت وعمي سالما في الأمر فرحب به وقال أنه سيذكر لنا أيضا مصادر هذه المعلومات. يبقى هو يستأذن عمي سالم في الأمر، وطبعا فرحب به وقال له أنه كمان هيذكر له أيضا مصادر هذه المعلومات. كانت الإذاعة المدرسية في هذا الأسبوع ممتعة ومفيدة، فكل يوم نتعلم عن الدولة الأكثر إنتاجا للموارد الطبيعية. وعلى سبيل المثال الهند هي الدولة الأكثر إنتاجا للتوابل، والبرازيل تنتج البن، والصين تنتج الفحم. عندما حان دورنا في الإذاعة المدرسية عرضنا ما قمنا بتسجيله مع عمي سالم، فساد الصمت بين زملائنا. التلاميذ هم يستمعون للحديث باهتمام، وفي أثناء الفسحة جاء بعضهم ليسألونا عن المزيد من المعلومات التي عرفناها عن ساحل العاج. كم أود أن تكرر المدرسة هذه الأنشطة المبتكرة التي تضيف إلى معلوماتنا الكثير وتجعلنا نتعاون مع بعضنا. يبقى حبايبي درسنا النهاردة بنتكلم عن، سوف أقوم بشرح الدرس الآن، العنوان اسمه فكرة ومعلومة. طيب، بعد كده بيقول إن ماجد قال لصديقه هاني: احنا نتصرف ازاي؟ احنا قدامنا 5 أيام بس علشان نلاقي بلد بتحتل الصدارة، يعني بتكون رقم واحد في ان هي بتنتج مورد طبيعي مهم علشان نقدم الحاجة دي في الإذاعة المدرسية. فهنا هاني رد عليه قال له: خلي بالك يا ماجد، لازم يكون المعلومات اللي احنا نقدمها موثوق منها، يعني حاجات كده اكيد، مش هنقدم معلومات كده وخلاص.
وطبعا ماجد اكد على كلامه وقال له كمان لازم نقدمها بشكل جديد وشكل مبتكر. فهم قاعدين يا ترى هنعمل ايه هنعمل ايه. فهنا هاني اقترح على ماجد ان هم يدخلوا على شبكه المعلومات الدوليه اللي هي الانترنت، وبالفعل بدا يبحثوا ولقوا معلومات كثيره، لكنهم كانوا متحيرين في طريقه التقديم الجديده. فهنا بيقول قعدت افكر وانا راجع من المدرسه الى طريق البيت، ولما رجعت لقيت ابي معاه ضيف مقرب لي ما شافوش منذ زمن لانه يسافر كثيرا. فطبعا هنا بابا نادى عليه علشان يتناول معاه كوب من الكاكاو، وطبعا بيقول تذوقته وتعجبت من طعمه المختلف. فطبعا بابا قال له هذا الكاكاو هدية من عمك سالم، الكاكاو ده هدية من عمك سالم، ده جابه واحضره لنا من ساحل العاج، في بلد اسمها ساحل العاج، العم سالم جاب لنا الكاكاو من البلد دي، والبلد دي اكتر دولة بتنتج الكاكاو. فطبعا العم سالم قعد يحدثهم عن انواع الكاكاو الموجوده هناك وانواع مختلفه. هنا بيقول جات لي فكره فاتصلت بهاني. بيقول ماجد ان انا جات لي فكره فقمت ايه وهو قاعد طبعا ماجد مع بابا والعم سالم، فبيقول انا جات لي فكره فقمت اتصلت بهاني وعرضت عليه ان احنا نبحث في شبكه المعلومات الدوليه واللي هو الانترنت عن الاكثر معلومات ومعلومات اكثر عن البلد اللي هي ساحل العاج ديت، ثم نسجل حديثا مع عمي سالم عن اهميه انتاج الكاكاو في ساحل العاج. فطبعا هنا هم استاذنوا عمي سالم في ان هم يسجلوا معاه الحوار، وفعلا بداوا يسجلوا معاه الحوار، وبعد كده عرفوا معلومات جديده عن مثلا زي الهند هي الدوله الاكثر انتاج التوابل، والبرازيل تنتج البن، والصين تنتج الفحم. بعد كده يا حبايبي لما جه دور الاذاعه طبعا ساد الصمت، يعني كله كان واقف ساكت وبيسمع بس وكانوا مستمتعين بالاذاعه. بعد كده في الفسحه جه بعض التلاميذ علشان يسالوهم عن مزيد من المعلومات، وطبعا كانت الفقره جميله وكانت بشكل مبتكر وهايله جدا. بعد كده هنشوف الكلمات الجديده. يحتل معناها يتصدر الصدارة المقدمة، معرض ومقدمه اللجوء الذهاب أو حتى الأمد، سيذكر سيقول، أود بمعنى أرغب أو أحب، مورد مصدر مبتكر جديد، المتاحة الموجودة عرضت قدمت حانا بمعنى جاء، كرر تعيد موثوقا لا شك فيه، المختلفة المتعددة، نسجل ندون عرضنا قدمنا، الموارد الطبيعية هي كل ما توجده الطبيعة للإنسان لبقائه وبناء حضارته. بعد كده يا حبيبي الكلمة وعكسها أو المضاد بتاعها، يحتل عكسها يتراجع، نعرضه عكسها نخفي، الصدارة عكسها الأخيرة، اللجوء عكسها الاختباء، سيذكر عكسها سينسى، أكثر عكسها أقل، أود عكسها أترك، مبتكر عكسها مخلد، العودة عكسها الذهاب، المتاحة عكسها النادرة، واثق عكسها يشك، المختلفة عكسها المتشابه، يبقى واثق عكسها يشك، المختلفة عكسها المتشابه. المفرد والجمع، مورد جمع موارد، مصدر مصادر، أسلوب أساليب، هدية هدايا، ساحل سواحل، يوم أيام، معلومة معلومات، الدولة الدول، استخدام استخدامات، كلمة كلمات، تسجيل تسجيلات. بعد كده شبكة شبكات، إذاعة إذاعات، طريق طرق، صديق أصدقاء، هدية هدايا، زميل زملاء. بعد كده يا حبايبي السؤال والإجابة، عما كان يبحث ناجل وهاني، كان يبحث عن بلد يحتل الصدارة في إنتاج مورد طبيعي مهم. لماذا كان يبحث الصديقان عن بلد يحتل الصدارة في إنتاج مورد طبيعي؟ وكيف سيعرض هاني وصديقه الموضوع؟ لتقديمه في الإذاعة المدرسية سيعرض الموضوع بشكل شائق ومبتكر. ماذا اقترح هاني للحصول على المعلومات؟ وماذا يجب أن يكون في مصدر المعلومات؟ اقترح هاني اللجوء إلى شبكة المعلومات الدولية، ويجب أن يكون مصدر المعلومات موثوق له. لماذا تعجب ماجد من مذاق الكاكاو ومن الذي اختاره؟ تعجب من مذاق الكاكاو لأن طعمه مختلف، الذي أحضر الكاكاو العم سالم. من أين أحضر العم سالم الكاكاو؟ من ساحل العاج. لماذا وحد كلمات العم سالم لماجد؟
وفي أي شيء استأذن عمي أوحد كلماتي بفكرة حديثة عن أهمية إنتاج الكاكاو، ثم استأذن عمي في تسجيل حوار معه لعرضه في الإذاعة المدرسية. ما الدولة التي تحتل الصدارة في إنتاج الفحم؟ أقول له الصين. وما الدولة التي تحتل الصدارة في إنتاج التوابل؟ الهند. وما الدولة التي تحتل الصدارة في إنتاج البن؟ البرازيل. لماذا ساد الصمت في الإذاعة المدرسية لاستماع الطلاب للحديث المسجل مع العام سالم؟ ما فائدة الإذاعة المدرسية؟ تضيف إلى معلوماتنا الكثير وتجعلنا نتعاون مع بعضنا البعض. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا شرح الدرس، يلا نروح للتدريبات. استمع للقصة من معلمك. طبعا قرأنا القصة. رتب الحروف وكون الكلمات لتحدد أصل الأشياء. هنا لو بصينا للزجاج ده هنلاقي أصله رمل. طيب الخشب ده طبعا ده ورق، مو هنلاقي أصله خشب. طيب ده مخبوزات، هنلاقي أصله قمح. رتب الصور حسب ترتيب أحداث القصة ثم عجب. هنا الصورة الأولى ديت هتبقى رقم 4، وطبعا هنا الصورة الثانية هتكون رقم 3، والصورة اللي هي رقم 3 هتكون رقم 1، وآخر حاجة طبعا الصورة دي اللي هي الأخيرة هتكون الصورة رقم 2. يبقى الصورة رقم 1. هنا هاني وماجد لسه مش عارفين يقرروا يجيب المعلومات ازاي. هكذا الصورة رقم 2، هنا الأب مع العم سالم. هنا طبعا رقم 3 تسجيل الحوار مع العم سالم. رقم 4 تقديم الإذاعة المدرسية ولكن بشكل مبتكر. المشهد الذي أعجبك كثيرا الإذاعة المدرسية لأنها قدمت بشكل هائل وشكل مبتكر. السبب إعجابك به إعجاب الطلاب من صوتهم للإذاعة باهتمام، وأنهم عرفوا ياخدوا معلومات جديدة من أصدقائهم. كان ماجد وصديقي هاني في مهمة لعمل نوع، في مهمة لعمل نشاط إذاعة مدرسية. كانت الإذاعة المدرسية عن الصناعة من الموارد الطبيعية. أحضر العم سالم لماجد هدية عبارة عن طبعا كاكاو من ساحر العاج. أوحت هدية العم سالم لماجد طبعا إن هو يعمل إيه؟ طبعا فكرة الإذاعة المدرسية، فكرة الإذاعة المدرسية. ساحل العاج، الهند، البرازيل، الصين. فحم نبات الكاكاو، نبات البن او شجر التوابل. هنا لو بصينا يا حبايبي هنلاقي هنا معايا هنا طبعا هنا ساحل العاج طبعا يحتل الصدارة في انتاج الكاكاو. بعد كده الهند يحتل الصدارة في انتاج التوابل. البرازيل طبعا يحتل الصدارة في البن. طبعا الصين يحتل الصدارة في إنتاج الفحم. الموارد الطبيعية هي كل ما توجده الطبيعة للإنسان لبقائه أو استخدامه في بناء حضارته أو استخدامها في بناء حضارته. طيب هنا بيقول لي إن احنا هنشوف يعني الموارد الطبيعية دي. طبعا صخرة موارد طبيعية، الصخور طبعا، النباتات موارد طبيعية طبعا، الرمال طبعا، القمح موارد طبيعي طبعا، الأشجار طبعا، المياه دي برضه من الموارد الطبيعية، والحديد لأن الحديد أصلا بيكون موجود فين؟ في باطن الأرض، موجود فين؟ في باطن الأرض. طيب اقرأ ولاحظ ثم عقل. شفا يشفي، روى يروي، دنا يدن، على يعلم، جرى يجري، سما يسر. هنا لو بصينا للفعل ده جرى أصلها إيه؟ يجري. فهنا طالما هي بتنتهي بياء يبقى جرى هنا تنتهي بألف، الألف لينا اللي هي إيه؟ اللي هي على شكل الياء، اللي هي على شكل الياء. سما يسمو، لو هي بتنتهي بواو يبقى دي هتنتهي بالألف لينا بس اللي هي القائمة اللي هي الألف اللي هي زي الألف. يبقى أنا دلوقتي أعرف إن لما يبقى عندي الفعل الماضي في الكلمات اللي هي شبيهة بنفس الكلمات دي زي يجري، لو الكلمة عندي في الفعل المضارع بتنتهي بياء
يبقى هي في الماضي بتنتهي بياء اللي هي الألف اللينة، بتنتهي بألف لينة بس اللي هي على شكل ياء. طب لو هي بتنتهي بواو هتنتهي بألف لينة لكنها الألف لينة اللي هي القائمة اللي شبه الألف، اللي هي شبه الألف. خلاص، زي لو بصيت أنا يا حبايبي دلوقتي هنا في شفا يشفى، لو بصيت في الفعل المضارع في كلمة يشفى هنا، لو بصيت للياء في الفعل المضارع هنا هاجي اجيب الفعل الماضي منها شفا، هبص اللي هي ان هي بتنتهي بألف لينة لكنها اللي هي على شكل اللي هي على شكل الياء. طب يا ابني في الفعل المضارع هنا بتنتهي بواو، فلما تنتهي بواو هبص اللي هي ان هي بتنتهي بألف القائمة، ألف لينة بس اللي هي القائمة. كذلك روى ويروي، هنا يروي في الفعل المضارع لما الاقي الياء الاخيره دي يبقى اعرف ان الفعل الماضي بينتهي بالالف اللي هنا لكنها ايه اللي هي شبه الياء. وهنا برضو يعلو لما هنا في الفعل المضارع اللي هي بتنتهي بواو فاعرف ان هي بتنتهي بالالف اللي هي اللينه لكنها القائمه. طيب سقى يسقي ياء، طب يعفو هتبقى ايه؟ مش بتنتهي بواو في الفعل المضارع، هجيب الفعل الماضي منها هتبقى ايه؟ عفا اللي هي اخرها ايه؟ الف لينه لكنها قائمه، اللي هي كده. اعتنى بتنتهي بالف لينه لكنها ايه؟ اللي هي شبه الياء صح؟ يبقى في الفعل المضارع بتبقى ايه؟ يعتني اخرها ياء. ينمو اخرها واو، اخرها واو صح؟ يبقى في الفعل الماضي تبقى ايه؟ انما اللي هي اخرها ايه؟ الف لينه قائمه. ايوه كده. طيب اختفى في الفعل المضارع تبقى ايه؟ يختفي يا يعطي اصلها اعطى الف لينه لكنها اللي شبه ايه؟ الياء. طيب كلمات تنتهي بالف لينه وكلمات تنتهي بياء، طبعا ألف لينة، ألف لي راى يسعى ويرى وعطى وتنتهي بياء، وهنا يستلقي يرتدي، كل دي بتنتهي. يبقى دي كلمات بتنتهي بألف لينة، احنا جبنا الكلمات دي من هنا، وهنا كلمات تنتهي بياء. طيب رمى أحمد المنديل على الأرض، أصل رمى هات الفعل المضارع يرمي، يرمي اخرها ياء، يبقى دي هتنتهي بايه؟ بالالف اللي هنا اللي هي شكل الياء. ايوه كده. طيب بنى الطفل البرج بالمكعبات، هجيب المضارع يبني هتبقى ايه؟ بالالف اللي هنا اللي هي ايه؟ شكل الياء. راى الولد القمر ليلا، اصلها يرى، يرى هتبقى ايه؟ راى هتبقى الالف اللي هنا اللي هي شكل الياء. سقى الطفل هات المضارع منها يسقي اخرها ياء، يبقى هتبقى على الف لينه اللي على شكل ايه؟ الياء. اقرا الكلمات الملونه ولاحظ الصوت الاخير، ذهبت ليلى الى الحديقه وهناك رات عصفورا على الشجره فقامت بتصويره حتى طار، ماذا لاحظت هنا؟ طبعا هنا لاحظت ان انا عندي حرف الجر الى وحرف جر على وطبعا حتى دول بتنتهي بألف ايه؟ بألف لين، بينتهوا بألف ايه؟ بألف لين. طيب بعد كده يبقى دلوقتي احنا عرفنا ازاي احط ألف لينة وامتى اللي هي المنبسطة اللي هي شكل الياء، وامتى احط ألف لينة اللي هي القائمة، وامتى احط الالف اللي هي اللي هي ايه؟ اللي هي القائمه. انا عندي دلوقتي لو الكلمه في زمن المضارع اخرها ياء يبقى ارجع للزمن الماضي واحط لها الالف اللي هنا اللي هي شكل الياء. طب لو هي بتنتهي بواو في زمن المضارع يبقى ارجع في زمن الماضي واحط لها ايه؟ واحط لها الف. خلاص؟ وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح درسنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.